كلمات في اللغة الإنجليزية لو جمعناها المعنى بيتغير تماما. خلينا بس نتفق على حاجة قبل ما نبتدي، أغلب الكلمات في الإنجليش لما بنحب نجمعها بمنتهى البساطة كده بنحط إس على الكلمة المفرد. أول كلمة معانا هي كلمة custom، وكاستم في المفرد أو لما بتبقى singular بيبقى معناها تقليد، عادة معينة إحنا متعودين عليها في المجتمع، لكن في الجامعة بتبقى بمعنى الجمارك. This is an honest customs officer، يعني ده ضابط أو ضابطة جمارك أمينة. كلمة good، وكلمة good طبعا أي حد بيتعلم إنجليش في الأول بيبقى عارفها بمعنى كويس. Okay, this is a good car، دي عربية كويسة. لكن good لما بيتحط عليها اسم وبتبقى جمع بتبقى the goods، يعني البضائع. زي ما أقول لك مثلا the goods can't be returned or replaced. تالت حاجة وهي smoke، الدخان. لكن smoke في الإنجليش لو جمعت بتبقى smokes بمعنى سجاير أو صبارس. معك صبارس يا أخ أو معك دخان، إحنا حتى بنقولها. Okay, do you have smokes bro؟ معك سجاير. blind يعني أعمى، لكن لما بتتجمع بتبقى blinds، يعني الستائر، نوع من الستائر بيضلم الدنيا خالص أو بيخلي الإضاءة خفيفة خالص. وفي ربط زي ما انت شايف بين نوع ده من الستائر وما بين blind اللي هو أعمى. manner و manners. manner بمعنى أسلوب أوكي أو طريقة، لكن لما بتتجمع بتبقى بمعنى الأخلاق. فأقول لك مثلا إيه، he's a man of manners، يعني راجل عنده أخلاق. آخر حاجة معانا wood، يعني الخشب، ومش wood ها، wood. wood في الجمع بتبقى woods، يعني الأدغال. Okay, I saw a lion in the woods. لو الفيديو عجبك please share and like. Thank you and wish you all the best.